السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل دراسة لحركة الشمس، يعني بحيث ان الشمس ما نشوف المبنى ده بالليل وبالنهار وهكذا. طيب خلينا بقى نروح للموفي وهقول مثلا عايز لقطة جديدة اهيت ريكورد، واقول له ايه سجل. اوكي واحدة كمان. اوكي طيب هنا بقى عايز اقول له انا عايز اضيف مؤثر للشمس صن اهوت. طيب خلينا نتفرج كده على المشهد، مفيش اي حاجة حصلت. ليه؟ لان احنا مضفناش الكي فريم. فانا هاجي هنا اقول له هنا ضيف لي كي فريم هنا، ففي نقطة زادت هنا، ده المنظر بالنهار. طيب وهاجي هنا واقول له ايه انا عايز اضيف كي فريم، وده هخليها كده ايه بالشكل دوت. طيب وفي الاخر خالص نبدأ بقى نقول له ايه كي فريم، واروح مزود السان هاي. طبعا تقدر برضو تعدل في السان هيدنج والبريتنس بتاعة الحاجة بالشكل دوت. ولو انت عايز تثبتها تقول له كرييت كي فريم، والحجم بتاع قرص الشمس زي ما انت عايز. طيب خلي بقى نشوف الفيديو كده من الاول، اقول له بلاي. طبعا نقدر نتحكم في المدة بتاعت الوقت والحاجات دي كلها زي ما احنا عايزين، بدل ما هما مثلا 4 ثواني ممكن نخليها 10 ثواني 15 ثانية لو انت حابب.